من جوت الفورم، وكأنه كونتينر وكأنه قزان. اوكي، all objects اللي احنا في صدد انه نصممها حتكون داخل هذا الفورم. اوكي، فما هي الادوات الرئيسيه لهذا الفورم؟ طبعا كل الادوات، كل الاوبجكتس موجود في هاي الادتين الرئيستين اللي هما النيم والتكست، وتعرفوها كلكم. النيم اللي هو البروجرامينج نيم، يعني ديورينج البرمجه وكانه اسم المتغير. اذا عرفنا انه الفورم فورم 1 وعندكم مالتي فورم مثلا 3 4 5 فورمز، ففورم 1 مثلا نوع في الفورم وقت البرمجه، حتى ديورينج البرمجه هنزان افتش معنا فورم 1 فورم 2 فورم 3. اوكي، فالفورم 1 مثلا نسميه مثلا مثلا مين فورم، يعني باسورد فورم، مثلا فورم دو مثلا بوقو تابين، ستودنت فورم، ليكتشرال فورم. اوكي، فهذا الاسم اسم المتغير. الديفولت نيم طبعا فورم 1 فورم 2 فورم 3. اوكي، مثل ما نفتح وقت نفتح بال عندما نفتح بال بالوورد او بالباوربوينت، ماي دوكيومنت 1 ماي دوكيومنت 2. اوكي، او نو نيم 1 نو نيم 2، والورك شيت 1 ورك شيت 2 جي بالاكسل. فنفس الكلام فورم 1 فورم 2 فورم 3. وبالنسبه للتكست، تكست بامكانك انه تخلي ليبل مثلا هنا الكالكوليتر، لما انفذ هذا مثلا انفذ هذا كالكوليتر. اوكي، فالاسم عملتك على ال اقول هنا ماي كالكوليتر. اوكي، فهذا اصبح الان هذا التكست، نفس التكست بالليبل، نفس التكست بالميزة التكست بالتكست بوكس بالبوتونز، نفس الكلام في الفورم. إذا التكست هي الكابشن، هي الليبل، العنوان اللي تريد you want to show، تظهره على الفورم. أما النيم فهو الاسم البرمجي الذي يعتمد عليه في البرمجة، الذي يعتمد عليه في البرمجة. أوكي؟ أوكي، هذا النيم الآن، هذا النيم مثلا فورم 1، احنا عندنا فورم 1 وبقي مثلا بنفس الاسم، هذا الاسم البرمجي. نعم، عندي الفورم بوردر ستايل. فورم بوردر ستايل طبعا اكو values، هذه ما ننسى، هذه الديسكربشن، هذه البروبريتيز، السري افال بروبريتيز افال تولز، which tools you want to talk about، تتحدث عن باش تنقل البروبريتيز الريليتد مع هذا التولز، وبعدها الوصف ديسكربشن، وصفك للبروبريتيز، ونحتاج ايضا الفاليوز، احيانا الفاليو هنا طبعا هذه يوزر ما يحتاج نكتب، هذه من اليوزر، اليوزر يكتب نوفل المتغير ونوفل الكابشن. اوكي، التكست المتعلقه بالكابشن، ولكن هنا محدد العمليه كونستريند ريستركتد ببعض الفاليوز، مثلا البوردر الفورم بوردر ستايل يوجد بعض الفاليوز الكونستانت فاليوز، بعض الكونستانت فاليوز. اوكي، انا عندي مثلا النون، وعندي الفيكس سنجل، فيكس 3D، فيكس دايلوج. صح، كان يوجد فيكس وقت الفيكست، معنى هذا الفورم the size of this forum is fixed، فيكس ثابت، يعني اليوزر cannot make any change to the size of this forum. ولكن في حالة استخدام أنواع أخرى، صح كان أبا فيكست أبا فيكست أبا فيكست أو جي أبا جي فيكست، ولكن الفري سايزابل
يعني during التنفيذ this forum sizable. You can معناها sizable, بجمع معناها اليوزر he can make change to the size of the forum, to the size of the forum. لاحظ مثلا forum border style الآن موجود على السايزابل، وقت الموجود على السايزابل اوكي سايزابل سايزابل ممكن تزيد وتكبر السايز. احيانا المبرمج او الاونر اوف ذا ابلكيشن مالك البرنامج لا يرغب ان يعمل اليوزر تغيير للسايز اوكي فيعمل له مثلا فيكست، والفيكس اشكال. خلي نشوف الفيكس سنجل، فيكس سنجل يعني ما يفرق كثير، المهم هو فيكست يعني لا يوجد مجال للتغيير. صح كين، لا يوجد مجال للتغيير، you cannot make change تغيير السايز اوكي. هذه نقطة. خلي نشوف النوع الآخر فيكس سنجل و3D. 3D شوية 3D يبين وكأنه 3D يعني، ولا هو أيضا فيكست، أيضا فيكست you cannot make change أوكي. وعندي الفيكست دايلوج، فيكست دايلوج أبجي نفس الكلام تقريبا ما اختلاف كثير، فيكست دايلوج وسايزابل أبا سايزابل وفيكست تول. لاحظوا فيكست تول ما موجود المينيمايز والماكسيمايز، وأيضا فيكست، أيضا فيكست بس فقط موجود الإقفال كلوز. ممكن اليوزر يعمل إلغاء للماكسيمايز والمينيمايز أوكي، ولكن أيضا فيكست فيكست أكو نفسه بس شنو سايزابل تول ويندوز، سايزابل تول ويندوز هو نفسه ولكن سايزابل، نفسه ولكن سايزابل. نعم فتلاحظون الفرق بين السايزابل، بين السايزابل تول ويندوز والسايزابل العادي. السايزابل العادي الماكسيموم والمينيموم والكلوز، ولكن السايزابل تول ويندوز فقط الكلوز، هي فقط الكلوز موجود اوكي. نعم إذا لو نقرأ الكلام set or get، طبعا دائما حتشوفون أغلب الـ description الوصف لهذه الـ properties موجود كلمة setting or getting. setting or getting الـ setting or getting شو معنى الـ setting or getting okay. معناها you can make set، you can make set or you can get the current situation and current value for the properties. إما نعمل setting تعديل، أو أحيانا if we want to get the value القيمة change. فإما set or get، set or get. أحيانا بالبرمجة تحتاج تعمل setting، يعني السيتنج وقت نتكلم عن السيت في البرنامج، مثلا مجرد هكذا نكتب السيت A يساوي واحد، هذا شو معنى سيتنج للA بالقيمة كم، بالقيمة واحد اوكي، بالقيمة واحد هذا سيت، اوكي. وجيت للA، get للA نأخذ قيمة الA مثلا نقول B يساوي A، B يساوي A. وقت قلت مثلا B يساوي A هذه we will try to get، we will try to get the value مثلا يعني هذول ال int و int، int للA للA ولل-B. هذا عندنا setting للA، وهذه setting للA
setting للA، وهذه we will try to get the value of A. To get the value of A in order to see how much the value of A. Okay, we will try to see the value of A in order to print it, in order to calculate it, in order to add or some calculation to it. Okay, نفس الكلام على the properties G. على properties أيضا properties نعمل لها setting أو نعمل لها getting، نعمل منها getting للborder styles، للborder style of the form. The border style of the form determines, okay, the border style يحدد, okay, of the form determines how outer edge cave الاوتر ايج الحواف الباوندري of the form will be appear كيف ستظهر okay كيف ستظهر الاطار كيف يظهر okay لو نشوف لاحظوا بالنون border style Forum border style أختي قلتي نون صح كده بإطار أصلا بإطار أصلا بإطار حتى you cannot make move to it جنك الموف وقتي عمل موف وقتي عمل الموف تشاوي الموف اعتماد سر البوردر سر ال سر ال التايتل التايتل بار هذا وقت الموف أوكي سحب بالماوس ولكن الآن you cannot make any change to the place المكان الكري اوكي ثابت جنكي بإطار هذا في حالة النون في حالة النون نعم في حالة النون طبعا النون يعني عندك جارة إذا صورة هكا صورة مثلا مطلوب فورم بس عرض كصورة اوكي ثابتة سر شاشة بتحريك اوكي أو فورم بإطار ممكن زين الكنترول بوكس نفس الكلام set or get a value true and false indicating whether الكنترول بوكس display in the caption bar of the form. طبعا إما نعمل set or get the value true or false. هذه if this property is set to true, the control box is displayed in the upper left corner of the caption bar. If false, the control will be not display. The control will be not display. اوكي كنترول بوكس ونفس الكلام حتى نروح اتكلم عن الماكسمايز والمينيمايز كنترول بوكس والماكسمايز والمينيمايز كنترول بوكس طبعا مرتبه الفابيتلي باشتر كنترول بوكس الشيار بين البن الفري سري وقتي فولس اوكي بي كنترول بوكس هذا ترو اوكي ترو زين وقتي maximize button أيضا true false عندك جارة مثلا أنت ترغب بمنع prevent اليوزر يعمل maximize بس maximize not active الآن فقط maximize not active ولكن minimize sure is sure okay okay نفس الكلام true يرجع المينيمايز بوكس نفس الكلام اذا نعمل فولس الان ممكن اعمل ماكسمايز ولكن مينيمايز نوت اكتف اوكي نوت اكتف اوكي ارجع الى الديفولت الديفولت فاليو ترو
القيمة الافتراضية جنت أوكي ترو، والشيار بناء على القيمة الافتراضية. عندك جرى أسأل ما هي القيمة الافتراضية بروبيرتي معينة فور تولز معينة. أوكي، فنفس الكلام بالنسبة للست والجيت، للماكسمايز والمينيمايز. ست أور جيت فاليو indicating يعني تأشيرك whether هكا the minimize bottom is displayed in the caption bar or of the form whether هكا display يعني true false. نفس الكلام الشرح إعادة جارك هذه، ولكن بدل الماكسمايز الفري شرح الفري minimize bottom whether display in the caption bar of the forum or not. Okay؟ هذه كلها متعلقة بالفورم، متعلقة بالفورم. بعد الآن نستمر بالفورم. عندنا الأيكون، والأيكون صورة ممكن الأيكون صورة. طبعا في عندنا أيكون بروبيريتي أفتح. ممكن أنت مخلي عندك داونلود لمجموعة من الصور امتداد ICO، امتداد ICO آيكو آيكو. طبعا يوجد بعض البرامج متخصصة بالتصميم ديزاين الصورة بصيغة آيكو، وقسم من ممكن تعمل كونفرتينج لجي بي جي بو آيكو، تصبح الصورة بتشيك صغيرة بحجم محدد بحيث suitable to become icon. أوكي أو آخر icon. أوكي icon، خلينا ناخذ مثلا يعني واحد عنده منظومة بالسيكوريتي، خلي هذه for example icon. إطار مخصص بو save and open. أوكي أنا عندي مثلا الآن calculator، مثلا كالكوليتر، خلي هذه الكالكوليتر حتى تكون كلير. صح كان الفري دائره زر كي، الان اصبح وقت التنفيذ. اوكي صح كان البن شريط تاسك بار. اوكي it is active افضل يعني هذا مميز، هذا تمييز recognize يعني هذا this is your project. This is your project. This is your own project. البروجكت خاص بك. اوكي. هذه الايكون. Set or get the icon for the forum. A forum's icon designate يمثل يشكل a picture that represent picture صورة تمثل the form in the task bar. Okay, represent the form in the task bar. تمثل الفورم سير الكاري سير التاسك بار. As well as the icon that is displayed for the control box of the forum. تظهر وين سير ال display in the كنترول بوكس يعني التايتل بار. اوكي وواضح وقت التحديد. لاحظوا هاي السي دوت، انا اختار السي دوت. وممكن انت عندك فد لايبرري معين، يعني انا مثلا هنا مخلي مجلد الفيري قرص دي سي شارب ايكون ايمج. اوكي بعض الصور حتى احتاجها في التطبيق. اوكي في التطبيق بعض الصور examples. Okay. تخزن تعمل داونلود لها من الانترنت. مجرد ابحث عن picture.ico جوجل، you can see many websites. اكتب مثلا calculator icon، مثلا computer icon، يعني حسب depends on your subject، يعني البروجكت related with which subjects، يعني مش متعلق بأي موضوع بالسيكوريتي مثلا كذا كذا. اوكي نعم ف ICO بحث كأجل للجوجل من الجوجل، واعمل لك فد مجموعه كوكتيل من الايكونز. نعم
Okay. هذه واضحة سي دوت. عندي شو ايكون هو مجرد اعمل ترو يان فولس للايكون، يعني عندك جرى يعني الشو ايكون شو مثلا انت ما تريد تخلي ايكون بي ايكون شو ايكون شو ايكون فولس اشيار بالفري سري شو ايكون اعمل فولس اوكي اعمل فولس اوكي شو بي ايكون اوكي. وميزه هذه التاثير اكتيفيت during الديزاين واضحه during الديزاين انت تشوف التاثير تاثير مثلا الفريم ستايل المينيموم والماكسيموم بوكس والايكون هكا شو يان نوت شو يان ايكون بيكتشر ممكن تشوفها during التصميم مو ضروري بشتي التنفيذ ولهذا اسمها virtual programming انه تنفيذ انه you can see result الديزاين قبل التنفيذ نعم set or get a value indicating whether the an icons is displayed in the caption bar of the form the true if the form displays an icon in the caption bar otherwise if a false okay otherwise if a false the default is true الوضع الطبيعي is it true نعم عندي الكولر باج وهذا الكولر باج طبعا ينطبق على الفورم كولر باج سي حرف سي كولر باج اوكي سبجن باج كولر باك كولر شنو كاتب هنا؟ باك كولر نعم باك كولر درست باك كولر فنروح على الباك كولر حرف البي قلنا هذه باك كولر ونختار اللون طبعا بنفس الطريقه ممكن اللون اكتيفيتد عن طريق ثلاثه الوان ممكن انسخ هنا ثلاثه الوان موقع بنفس الطريقه اللي علمتكم اياها وقت الفيديو المتعلق بالشو كولرز اوكي هذا كنترول اكس ممكن اوكي كنترول في او كنترول سي يعني ممكن نسخ اي ار جي بي 3 كولرز ديفرنت كولر من موقع او من لون معين بنفس الطريقه التي تكلمت بها بمحاضره او ببرنامج الشو كولر اوكي او نختار رنج معين واضح مثلا يعني ثابت اوكي ريد اوكي هذه الارقام الالوان الاعتياديه هذه الألوان صح ليس لها اسم ألوان يعني هو أحمر غامق ولهذا يختاره يعني صعب كل الألوان أنا أكتب عليها رقم الاسم يعني الأحمر واضح ريد جرين بلو مثلا الأصفر الأورنج مثلا بلاك بوايت أوكي ولكن يوجد تدرجات كثيرة from 000 حتى دوسادو بنجي وبنجي يعني اف اف بالهكساديسيمال فالالوان جلاجن كثيره ثلاثه ارقام ريد وجرين وبلو احتمالات جلاج كثيره ولهذا تتكون الوان جدا كبيره فبدل ان كل لون يعطوا له اسم فبدل صعب جدا يختاروا لكل لون اسم ولهذا يعطون له ارقام أرقام قسم منها تأخذ أرقام شوفوا هذا ما نعرف أبا شنو نوفي الرنج أبا صعب زحمات ولهذا يختار يعطوه الرقم شند قيمة الريد شند قيمة البلو الريد والجرين والبلو
اوكي، فهذا الباك جراوند والكلام نفسه ينطبق. سر صح كان التكست بوكس جي باك كولر هاي اختياره بنفس الطريقه، الليبل افيليبل اف تكست بوكس نو في تكست بوكس تكست تكست نم 1 نوع تشي نوع تكست بوكس اف ليبل 2 اف جي باك كولر، وكذلك الباك كولر بو بو بوتن جي ممكن تختار لون، ممكن تختار لون للبوتن ايضا. اوكي هذا الباك كولر بالبوتن، اوكي للبوتن ايضا. اوكي فهذا الباك كولر ممكن للكابشن للليبل ممكن للتكست بوكس ممكن للبوتن وممكن للفورم. هذا الباك كولر الباك كولر اوكي هذا الباك كولر ريد جرين بلو. اوكي عندنا الاوباسيتي درجة التعتيم، درجة التعتيم يعني الشفافية تشند، يعني خلينا نشوف خلي رقم اللون يعني شوية واضح هنا شفاف خلي هذا واضح نعم الآن وقت التنفيذ هذا واضح. اوكي خلينا نروح على opacity حرف O opacity اشيار بن selection سر الفورم شنكي بعض البروبابيليتيز وقت تبحث عليها تقول سيدة أبا أنا موجودة البروبابيليتي أنا موجودة بس أنت غلطان، مثلا هذه الخاصية موجودة فقط بو فورم وأنت عامل سيلكت على مثلا على البوتوم وهذه الخاصية أحيانا غير موجودة في البوتوم. فهشيار من قبل سيلكشن للبروبابيليتيز أنت تأكد وين عامل سيلكت على اي تولز. الان شو لواسر الفورم. اوكي اوباسيتي حرف او اوباسيتي صح كده. الان الاوباسيتي التعتيم صاد صادي، لو نقول التعتيم بين جي صادي لاحظوا شفاف يصبح بهذا الشكل. اوكي ممكن اخلي بعد يعني اخلي مثلا صادي صح كده تقريبا غير مرئي هيدن. ممكن يعني اذا تريد تعملها صفر صفر وهذه برمجيه مثلا احيانا تعمل يعني فور جوكي يعني مثلا انت تشغل الفورم والفورم غير موجود، هو بس هو بالحقيقة موجود، هو بالحقيقة موجود الآن غير موجود الآن، هو لحظة موجود هو موجود ولكن غير موجود. لماذا غير موجود؟ لأنه الأوباسيتي صح كده موجود، ولكن الأوباسيتي قيمة الأوباسيتي صفر، درجة التعتيم صفر. اوكي فنحن هوي كان يعني شلون الان نعمل؟ احنا نوقف الان التنفيذ. اوكي نوقف الان التنفيذ اوكي حتى نعمل كلوز. وفد شي صار خلي اسدد دقيقة. اوكي خلي اروح على الفورم الان والاوباسيتي اتاكد من الاوباسيتي مالتها. ما نريد نسوي المشكله هاي نرجعها هسه حاليا على 100 لانه الوضع الافتراضي هو 100، بس حتى تعرفون
ممكن أنه أخلي الباك جراوند الكتابة تبان، يعني تبان لحظة، يعني وقت التنفيذ، وقت التنفيذ الآن صح كي البن تحت الفورم قراءة، ممكن تقرأ قراءة ويندوز هيل أنالايز، شوفوا أوكي. فعندك جارة مثلا إذا تحتاج هذا الشيء بالتطبيق ممكن استخدام هذه الميزة. رجع على وضع الطبيعي اللي هي صاد صادين. هذه الأوباسيتي، الأوباسيتي set or get خلاص not or set or get the opacity level، درجة التعتيم، درجة التعتيم أو مرات يسموها transparency، شفافية، ورقة شفافية النايلون. أوكي the opacity level of the forum، the opacity properties property enables you to mechanic to specify the level of transparency، درجة الشفافية of the forum and its control، والكنترول طبعا القيمة بين الزيرو وبين الصاد. عندي الستارت بوزيشن ايضا بالنسبة للفورم، الستارت بوزيشن، وهذه الستارت بوزيشن ايضا لو نلاحظ على القيم مالها، قيم كونستانت، يعني مثل ما اخذنا كونستانت بالحالة السابقة، هاي الفيكس فيكست وسايزابل. هنا ايضا يوجد بعض الكونستانت، فوين مكانه؟ اما يحدد مانيولي، عندنا راح نشوف كم معنى مانيولي، او يحدد سنتر اوف ذا سكرين، سنتر الشاشه، ويندوز ديفولت لوكيشن، هاي طبعا ويندوز ديفولت لوكيشن، شوف الويندوز ديفولت لوكيشن وين مال ويندوز، هو وين الديفولت يخليه بالديفولت، ويندوز ديفولت باوند، هذه تقريبا تتشابه، وسنتر اوف ذا بارنت، سنتر اوف ذا بارنت هو اللي يهمنا. عندك جاره المانيوال، السنتر اوف ذا سكرين، والديفولت مرات يفيدنا ايضا، والسنتر اوف ذا بارنت جي كلش مهم. عندك جاره مثلا اذا يوجد مالتي فورم ومثل ما نعرف عندنا البارنت والتشايلد، فعندنا البارنت فورم، وهذا البارنت فورم يتولد من عنده sum of child forums، فنقول المين فورم اختار اوكي ادخل باسورد، ابل المين فورم يظهر لي child forum، فالposition of the child forum وين مكان الكري؟ في center parent forum، في center parent forum اوكي. فالموقع اعيد، موقع الفورم، هذه موجودة كنجي، هذه موجودة الحالة في حالة وجود مالتي فورمز، في حالة وجود مالتي فورمز، إذا يوجد مالتي فورمز فالفورمز تشايلد الابن يكون الكاري مكانه في سنتر البارنت، بارنت فورمز تشايلد فورم مكانه في سنتر البارنت فورم، وهذه قلت موجودة في حالة المالتي فورمز، في حالة المالتي فورمز اوكي. طبعا بالمانيوال، وهذه هذه الطريق، هذه الخاصية حنشوف، هذه الخاصية تعتمد ايضا اذا اشتغلت على المانيوال تعتمد على اللوكيشن، يعني ابا شو معنى اللوكيشن اوف ذا فورم، لوكيشن اوف ذا فورم الموقع الكري، طبعا دو احداثية، نحن نقول مثلا اكس واي، احداثي اكس واحداثي واي، ولكن الفري احداثي upper left، احداثي upper left. طبعا اكو عندي محاضرة ان شاء الله راح اشرح لكم اياها بعدين، حتكلم بالتفاصيل على هذا الموضوع upper left.
بس أريد أشوفكم الصورة من دقيقة، يمكنني هنا 6. نعم هنا. لاحظوا هذا الإطار، هذه الشاشة، موجودة، هذه السكرين، وهذا الفورم. فالفورم عندي دو إحداثية، هي ليفت وأب، ليفت وأب. هذا طبعا يقاس، يعني باي ماذا؟ هل يقاس بالإنج، يقاس بالسنتيمتر، يقاس بماذا؟ يقاس بالبيكسل، تشن بيكسل، تشن بوينت، المسافة الفيري تشند بيكسل، والمسافة تجي أب تشند بيكسل، تشند نقطة. أوكي، يعني الآن لو نقول اللوكيشن، لو نذهب إلى اللوكيشن، شوفوا لوكيشن بروبريتي، لوكيشن ال لوكيشن، صح؟ كان اللوكيشن 00 خليت. أوكي، و الموقع الستارت بوزيشن، ستارت بوزيشن ستارت بوزيشن، خلينا نسميه مانيوال. الآن ناخذ المانيوال، يعني احنا حددنا باللوكيشن، موقع 00. شوفوا وقت التنفيذ وين يكون. شوفوا 00 توب ليفت اوف ذا سكرين، 00. اوكي، 00. لو نقول مثلا، ننطي مثلا على سبيل المثال سيصات، خلينا نشوف اتصال، ويبقى مانيوال، اعتماد وقت، المانيوال معناها ضروري اعتماد وقت، مانيوال معناها you will determine the location of the forum. يعني انت ما تقول مانيوال وانت تارك اللوكيشن ما مهتم به، فهشياربن. وقت المانيوال تركيز سر اللوكيشن. اوكي، لازم تختار مكان مناسب وين الفورم حيظهر. صح، كان أبا سيصاد بسيصاد، وقتي سيصاد سيصاد، المسافة هنا سيصاد، والمسافة سرجي سيصاد، وهكذا. لو نقول 50-50 بنجي بنجي، أو خلينا نقول 10-10، ده حتى يبين مسافة بيجيك، ده بحكي أبا ده نقطة، جهة ليفت، وده نقطة سري، ده نقطة جي سري، ده نقطة سري. أوكي، وقت أقول start position، وقت أقول center of the screen، have a start position. وقت أقول ما معقولة تقول center of the parent we have only one forum. البروجكت المفروض مكون من more than one forum، فممكن الديفولت، ودائما الديفولت. اوكي، هكذا مثلا يكون. شوفوا يعني مكانه، انا اشوفه دائما في زياده الديفولت، start position الديفولت. اوكي، هذا الديفولت من قبل الويندوز، يعني ديفولت، لوكيشن، اوكي. لو نقول السنتر وخلاص، زين، واضحه، اذا ديفولت، وعندي المانيوال، وعندي سكرين سنتر، وعندي سنتر اوف ذا بارنت، والمفروض انزان اوان جمعنا. اوكي، فعرفنا الآن set or get starting position of the forum
at runtime في زمن التنفيذ. وين الكري الفورم will be fit تثبيت كالكري. طبعا قلنا location اعتماد على الستارت بوزيشن هكا مانيوال، ضروري تحديد قيمة اللوكيشن جند set or gets points the points نقاط that represent the upper left corner. upper left corner زاوية تمثل الأبر جهة upper left of the form in the screen coordinates إحداثي screen إحداثي screen screen coordinate upper left very هنا في upper left now Windows state طبعا أيضا في كونستاد من قبل ال Visual Studio إما normal أو maximize أو minimize normal normal يعني size Windows state وقت التنفيذ الآن Windows state طبيعي على size depend on our size ولكن لو نقول Windows states Windows state أقول maximize أوكي هذه maximize عندك جرى هكا الفورم يعني تحتاج يكون maximize أوكي هذا حتى لو during التصميم أنت تختار maximize ويشتغل على maximize إذا تحتاج المشروع يحتاج إلى تفاصيل قلق الفري بيانات الفري بيانات الفري الفري كذا كذا يحتاج الشاشة خر الكاملة فممكن أن تختار الماكسمايزد أوكي والمينيمايزد وهذه ما معقولة طبعا المينيمايزد يعني وقت التنفيذ لا موجود الكاري أبا طلع وقت التنفيذ مينيمايز أوكي حالة مينيمايز فضروري اختار من هنا حتى من التاسك بار يعني هو متنفذ ولكن شوفوا تاسك بار مينيمايز اوكي فايضا نوت سيوتابل طبعا المناسبه يعني هي النورمال يعني النورمال هو السايز افاز سايز ما سايز هو اللي انتم حددتوه بالتصميم هذا هو النورمال ماكسمايز طبعا ماكسمايز ومينيمايز اوكي عندنا الآن هذه الـ set or get the value indicates whether form is maximized, minimized, يعني normal. يعني normal. Okay. عندي الآن الـ background image. طبعاً إذا تختار background image ضروري تختار الـ background image layout. واحد مرتبط بالثاني. الـ background image والـ background image layout يعني لاحظوا أنا خليت هنا فورمين مو ملتي فورم وإنما تو بروجكت مثل ما سوينا بالمحاضرة السابقة ليش أعمل لي أفتح مثالين وتو سوليوشن عندي هذا التيست الآن هذا التيست الثاني أوكي هذا الآن خلي أشيله الآن خلي أشيله بس قبل ما أشيله خلي أنبه على شيء خلي أقول شيء طلاب ممكن تحددون الباك كولر الباك طبعا عندنا الباك كولر عرفنا الباك كولر الرنج الباك كولر فممكن الباك للفورم يكون صورة أو يكون رنج ملون صورة أو لون فإحنا مثلا نقول صورة زين شنو الفرق إذا أستخدم باك الآن back color وعندي الـ image بس نتأكد اسم الـ background image عندي الـ background back color والـ background image أوكي زين خلي أختار الآن اختار لي صورة صور طبعا نفس المكان صح كان الان كله ما يطلع الايكون لانه تشيك الصورة المفروض الفيري
نوع مثلا نوع جي بي جي، اوكي. فأنا عندي هذه الصورة مثلا، اوكي، باك جراوند ايمج. زين، في عندي ايضا، عندي هنا مثل ما عندي التكست بوكس، عندي ايضا البيكتشر بوكس، عندي ايضا البيكتشر بوكس، نفس الكلام. فتلاحظوا اذا if you want، اذا انت تحتاج تكون الصورة background for all the forum كامل، انت مباشرة شو بو background image وخلاص شو. اذا انت تحتاج تعمل صورة هنا وتربط وربط كهذه، روح properties واربط اربط ب مثلا الصورة، صورة أفا مثلا، أوكي. وراح نقول لكم بعدين هاي جمعنا، خلينا نعملها ستريتش هسه، أوكي، هاي الصورة، أوكي. وأختار لي صورة أخرى باق، يعني كنترول سي كنترول في مثلا. هنا أيضا أحتاج صورة و يعني أفا تكست بوكس 2 صح كان؟ وأفا تكست بوكس 1، تكست بوكس 1 تكست بوكس 2، أوكي. ممكن أربطها بصورة أخرى، أربطها بصورة أخرى، import صورة مثلا، الصورة هذه، أوكي، بهذا الشكل، هاي صورتين مثلا. زين، هذه نقطة. إذا احتجنا أكثر من صورة، أنا عندي البيكتشر بوكس، عندي البيكتشر بوكس، وين البيكتشر بوكس؟ بيكتشر بوكس، بيكتشر بوكس، اوكي، بيكتشر بوكس. واضح حتى الايقونه جي صوره، الايقونه بو بيكتشر بوكس، اوكي. أنا الآن أريد أختار لي، أختار هسه عندي الباك جراوند إيمج، خلي أرجع على المحاضرة. فالباك جراوند إيمج سيت أور جيت باك جراوند إيمج ديسبلاي إن ذا كنترول، ديسبلاي إن ذا كنترول، وبوتشيجي جوت إن ذا كنترول، يعني ممكن نبس الفورم صح كي بوقت التنفيذ الفيري هذا. مثلا خلينا نرجع إلى المثال هذا، نزل كش ازي صح كي هذا الستارت اب، اوكي صح كي الفيري صور، هاي الفيري صور اد وصاب يعني ممكن ال يو وانت تو بوت بيكتشر سر الفورم يعني سر سر بوتن جي. والان حنشوف كيف جوا يجي، اوكي. فانا الان حختار مثلا باك جراوند ايمج، حختار الباك جراوند ايمج، background image، هختار background image، local resource، local resource يعني مصدر محلي، يعني جيل الكمبيوتر، اوكي. مثلا اختار هذه الصورة، اختار هذه الصورة، سوف عندي هاي الصورة سايز 1 وسايز 2 وسايز 3، وراح اقول لكم شو معناها هون، اوكي. اخترت هاي الصورة، اوكي، سايز كبير، اوكي. يعني لو الان نشوف من الصور، اوكي، هاي سايز 1، شوفوا سايز 1 حجمه كند، شوفوا سايز 2، شوفوا سايز 3، ثلاث احجام للصوره، ثلاث احجام
موجودة لي الصورة. أوكي. الآن أنا استخدمت الحجم مثلا، خلي أتأكد أشوف مع من ربطت، بس بجمع مع سايز 3. لأتأكد مع سايز 3، خلي أربطها. أي نعم، هي سايز 3. أوكي، سايز 3. زين، إذا ربطنا بالصورة. الصورة الآن التركيز صار الفورم، وممكن راح أشرح هكا أذر كنترول، يعني ممكن البوتوم جي تشوية وضع الصورة صار الباك جراوند مثلا بوتوم. نعم. عندي الباك جراوند ايمج لاي اوت. لاي اوت الصورة، كيف ممكن تظهر الصورة؟ كيف ممكن تظهر الصورة؟ طلع. طبعا عندي قيم مختلفة للصورة كيف تظهر. لاحظوا، إما السنتر أو النون أو ستريج أو تايل أو زوم. طبعا السنتر، the image is centered، تتوسط within the rectangular controls rectangle، يعني في الوسط، في الوسط. اوكي، هكا نون الصورة موجودة left align. خلي نشوف الآن شلون. خلي اختار صورة صغيرة الآن، سايز 1. اوكي، وخلي اختار الان نون. شوفوا الان نون، الان الصوره وين؟ يعني بتغيير هكا بتاثير الصوره والبي فيت، على اعتبار البوكس باك جراوند للفورم كامل، لم تحدد انت بيكتشر بوكس. لو وقتي بيكتشر بوكس حيكون هنا في هذه المكان او في هذه المكان. الان البيكتشر هو الباك جراوند بيكتشر، هو سر الفورم كله كامل، فمعمول السايز للبيكتشر بوكس سر الفورم كامل. اوكي، لو اختار الان تايل الصوره تتكرر على حجم المربع البوكس، مربع البوكس بحجم الفورم، مربع البوكس بحجم الفورم. لو الآن ألغي هذولا، لاحظوا تتكرر، تستمر تتكرر. أوكي، نعم. خلينا نعمل مثلا هذا، نعمله نرجع ريسيت، نعمل يس. نعملها set as startup. شوفوا الآن بهذا الشكل الفورم. فورم بهذا الشكل. أوكي. نرجع احنا على الوضع على ال properties والباك باك بيكتشر، باك جراوند بيكتشر، والباك جراوند بيكتشر. والباك جراوند ايمج لاي اوت. أنا مختار التايل، أعيد النون حيكون في الأعلى ليفت، أبا تايل، أبا سنتر، أبا سنتر، أبا حجم الفورم كامل، وأبا سنتر أوف ذا فورم. ستريتش طلاب، الصورة حتتمدد بحيث تصبح بحجم
المربع الصورة عندك جارة تشوه تشويها كالصورة كم ترقلق صغيرة بتشيك، والمربع الصورة جي موازن قلق حيصير تشويه للصورة. الزوم، في الزوم الصورة تتكبر ولكن تبقى نسبة الطول إلى العرض بدون تغيير، لا تتشوه الصورة، لا تتشوه صح يعني تتشوه في التكبير، تتشوه بالتكبير ولكن تبقى نسبة الطول إلى العرض بنفس الشكل. لاحظوا الآن، أنا حاخذ الآن لأنه الصورة هي background. أوكي، حلغي الآن الصورة. طبعا أنت مجرد تعمل ديليت، مفتاح الديليت الصورة تشو. حختار الآن طلاب مربع صورة حتى يكون عليه شرح أفضل. picture box، M C D E F G H I طبعا مرتبة الفابتلي. هذا مثلا نختار، وراح اختار نفس الصورة. ما اخترت سوري. اختار سايز 1. اوكي، هعمل الان ستريتش، هعمل الان ستريتش. لاحظوا الان، اوكي، ما الستريتش؟ ايش قد انت تغير مربع الصوره؟ تتمدد الصوره مع حجم البوكس، هذه الستريتش. طبعا الصوره عندك جاره تتشوه، فاحيانا قد تحتاج اذا صوره شخصيه هكذا موجوده والصور قريبه للمربع، يعني شويه مازنطر شويه طول مازنطر يعني العرض، يعني ما حيصير تشويه كثير. ولكن اذا صوره جالكس بيتشيكو وتكبر هكذا او هكذا حيصير تشويه، ولكن عندك جرى فائده قلق للستريتش. بر دوام استخدام الستريتش، بر دوام يستخدم الستريتش في المعاملات الرسميه، في مربعات، في الويب سايتس اللي يقول ابلود يور بيكتشر. الخصائص الصورة، انت خلي الصورة مازن بيتشيك، بردوام البروبريتيز لمربع الصورة في الويب سايت، بردوام ستريتش، بردوام ستريتش. لكن اذا 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 موجودة، العفو، اذا موجودة خاصية الزوم، شوف الزوم صح كان الزوم تبقى نسبة الطول والعرض في بنفس النسبة الأصلية حتى تكبر. لاحظوا تبقى بهذا الشكل. لاحظوا لو تلاحظون تبقى محافظة تشند بتشند، هكا أفا إيك وأفا دو يبقى محافظ. لاحظوا دائما أفا أفا وأفا، أفا بيتشيك وأفا وأفا مازن، أفا إيك مثلا وأفا دو، صحكم بردوام بردوام نفس النسبة، صح كم بردوام نفس النسبة، حتى لو تودي هكذا أفبتشيك وأفمازن. ولكن وقت الستريتش، ولكن وقت الستريتش لا، الوضع مختلف، الصورة اكستندد تتمدد حسب الـ حسب الـ حسب حجم حجم الصورة، حجم مربع الصورة، صورة اكستندد حسب حجم مربع الصورة. وهذه قلت يستخدم دائما في الصور الشخصية، لأن مربع الصورة الشخصية بردوام بهذا الحجم، فالتمدد حيكون كيم، فالتأثير حيكون قليل جي. أوكي، فالسنتر إذا سنتر تتوسط within the control، هذه السنتر. أوكي، السنتر صح كان، هذه السنتر، هذه نون، هذه نون، هذه نون، نون بتأثير سري سري ليفت، وتاير تتكرر، وستريج تتمدد، ستريج العفو السنتر
سنتر وستريتش تتمدد، وزوم زوم تكبير ولكن بنفس نسبة الطول والعرض. اوكي، سنتر سنتر within the control rectangle none the image is left aligned، محاذاة جهة اليسار at the top across the control rectangle. اوكي، مربع مستطيل الصورة. stretch the image stretched صح كده very centered left aligned. هذولا اهتموا بهم الكلمات centered left aligned stretched تتمدد tiled تتكرر وتقسم تقسم كيف تقسم المربع الصورة صح كده مثلا چند ممكن يتخلى به char بينج صورة شاش. أوكي، أنت كبر هوريزونتال يعني فيرتيكال والصورة تستمر بال تستمر في 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 التكرار تستمر في التكرار. أوكي بهذا الشكل زين. طيب زوم ذا ايمج از انلارجد تتكبر within the control ولكن الفري صح كان يتم الاحتفاظ النسبة الأصلية اوكي للطول الى العرض نسبة الطول الى العرض تشند للصورة تبقى بدون تغيير اوكي هذه ان شاء الله ايضا حناخذ عندنا يعني محاضرة أيضا على التعامل مع الإيمج بشكل كثير وفي أمور إن شاء الله will be repeated يعني بعض الملاحظات حتى نعاد عليكم أكثر بتفاصيل أكثر. أوكي نستمر الآن إحنا الآن كل كلامنا على البروبريتيز الخاصة بالفورم أخذنا الباكجراوند إيمج وأخذنا الباكجراوند إيمج layout. Okay, صح كان background image layout property is specify the position موقع الكري and behavior يعني شكل behavior سلوك الصورة شوية تتمدد تتكبر. Okay, of an image behavior سلوك الصورة شوية you have placed into the control جورفال control background image layout take effective only if background image property is set. طبعا يعني background image layout بمعنى وبفائدة هكا there is no background image سر الفورم تسبيك اختار الصورة وبشتهنجي اختار ال background image layout. اوكي نعم عندنا بعض ايضا تكمله لبعض الخصائص الاخرى عندنا الميزه اللي هي الانجر وهذه ميزه ايضا جدا مهمه. الانجر تحكي صياد انجر هذه مو صياد وانما السفينه وقت تقف على الشاطئ. اوكي الانجر اسماك انجر يمكن تعرفون هذه العلامة شو معنى يعني if you want to fit تثبت الكنترول في مكان معين تثبيت. اوكي هذا يشتغل سر ال most of other control tools that are placed on the forum يعني يشتغل على اغلب كل most of control على كل الكنترول اللي موجودة على سر الكونتينر سر الفورم يشتغل على كل ال خلينا نرجع على المثال السابق حتى نعرف اكثر. اوكي هذا ونعمله هو الستارت اب. اوكي لو نلاحظ طلاب الان هذا لاحظوا اكو يعني احيانا تحتاج تغير شكل ال شكل الفورم يصبح بهذا الشكل صح كان الكل تتحرك هذه كلها
ليست ثابتة، هذه كلها وكأنه تعوم، تعوم شو معنى تعوم؟ تسبح في بحر الفورم، تتحرك، هي حرة تطير مثل الطائر. أوكي، إيش قد أنت تغير الفورم؟ أوكي صح كين، إيش قد تغير الفورم؟ أوكي ما في مشكلة، أوكي تغير الفورم تصبح دائما في سنتر، ولكن هذا اللوجو ثابت، يعني لوجو الجامعة قلت مثلا من دويك بردوام ثابت، سر ليفت يعني سر رايت، أوكي هذا ثابت، أوكي ولكن الباقين متحركين. أوكي لو نأتي نشوف هذه الخاصية انقر الآن لهذا الفورم، لهذه الأدوات التولز. أوكي خلينا نعمل كنترول اي وبس اوفركم الاذى وتوبو انجر 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 هي انجر انجر افتح الانجر. لاحظوا ليست ثابته لا من التوب ولا من الليفت ولا من بوتوم ولا رايت. لو نمسك هذه افتح، هذه ثابتة top left top left. لو أعمل هذه أيضا الآن، خلي أعملها top left top left. الكالكوليتر okay. بعدها انتر حتى تثبت بشتي تحديد. اوكي لاحظوا اذا مثلا انتر، انا ما ضغطت انتر، تحديد وانتر توب ليفت كل الجهات انتر هكذا. الان من في توب ليفت مثلا انتر. اوكي سر افا لاحظوا اصبح افجي ثابت لا يتحرك، ولكن الباقيين خرن يتحركون. اوكي خر تتحرك. اوكي نعم لو اعملها كلها الان كنترول اي وكلها اعملها انجر مثلا توب ليفت. لاحظوا الان وقت التكبير يعني صح كان نبشة وضع الفورم نادرسه، وقت التكبير نادرسه، المفروض الفورم دائما دائما يتحرك ريليتيفلي نسبة إلى وضع الفورم تشاوية، وضع الفورم تشاوية. أنت لما تعمل ماكسمايز أصبحت كل التولز على جهة اليسار، تشينكي ممسوكة من التوب والفورم، توب والفورم. إذا ممسوكة مثلا من كل الجهات، خلينا نشوف لاحظوا تتشوه الأدوات التولز كلها تتشوه، شنكي ثابتة لا تتحرك أبدا في نفس المكان. أوكي فهذه طلاب جدا مفيدة إذا ترغب أنه تعمل بعض الأدوات ثابتة لا تتحرك وبعض الأدوات طبعا ثابتة بالجهات الأربعة أبدا ليست مناسبة. أوكي خلي الآن أترك كل هذولا، أعمل كنترول أي، أعمل إلغاء هذا وأستعمل الأنجر أقول نون وأذا بس مثل ما كان مثلا توب ليفت درستا توب ليفت والوضع الان درستا. اوكي وضع درستا تشينكي اوان خر فليكسبل يتحركون صح كان الفورم تشند السايز ماله تشند العروض تشند يقيس الوضع ويختار مكان جديد مناسب للحجم الجديد حتى لو ماكسمايز سنتر الشاشة
بدون تأثير وتغيير على الديزاين، بدون تأثير على الديزاين، صح كده؟ طبعا ممكن اليوزر يخلي الشكل بهذا الشكل ويعمله نوت سايزابل فيكست، يعني حتى ما يكبر الشكل وخلاص، وشو حتى ما يكبر الفورم، اوكي، حتى لا يكبر الفورم. طلاب اذكركم تشوفوا الموديل، اذهبوا الى الموديل وسجل الحضور والغياب شارمين، اوكي. فنرجع الى الانجر، الانجر set or get ages حواف of the containers to which a control is bound and determine how control is sized is resized. resized شو معنى يتغير الحجم، how الكنترول شو يتغير الحجم، اوكي. سحب كسحك الفري، ابي يسحب من جهه اليسار وابي يسحب من جهه اليمين، وسحب كجي ابي يقول من ابي يقول من دفيت الكنترول، ابي جي يقول من دفيت الكنترول، وابي جي وابي جي، يصبح الكنترول يتمطط يمين ويسار، يتمدد يمين ويسار ويتشوه، يتشوه. ولكن بس لو سحب قفل من جهه سري ليفت بتاثير، ولكن سحب سري والبن ابا حيصير تشويه، هكا سحب ليفت ورايت جي حيصير تشويه، يتمدد الكنترول، يتمدد ويتشوه، اوكي. وقت تكبير الفورم يتكبر ويتشوه، اوكي، حكينا عليه. زين resized within the parent parent size within its parent resize، صح كين؟ الكنترول تشاوى يا ريسايز كنجي وقت البارنت ريسايز، أبا الآن الكنترول تغيير ريسايز، أوان الكنترول ريسايز كنجي وقت البارنت ريسايز. كيش البارنت؟ البارنت الفورم وقت البارنت ريسايز وضع الكنترول تشاوايا هاو اتس ريسايز وقت الفورم ريسايز، اوكي. نعم، الآن عندي التكست بوكس والتكست بوكس أيضا تعرفون النيم والتكست، خلاص أفهم. والفونت جي تعرفون الفونت يعني أنا أختار مثلا هنا هذا أفا وأفا، أختار أفا وأفا، مثلا أختار الفونت، نعم، اختار حجم مثلا اندرلاين مثلا، اوكي. مع الكنترول ومع سهم يمين يسار ممكن تحرك، ومع الكنترول نعم، يعني الآن لو أدخل القيمة، هذه معمولة read only، بس دقيقة، لأنه كنت read only read only false. ممكن حجم الكتابة كثير جدا،
خلي اشوف والله الفونت ما اظن قلب. ايه بس بيجي قلب ما اظن. خليك اختار مثلا قصده. ليش معي؟ اوكي خلي احل المشكلة بعدين، هذه هسه اكمل لكم واشوف ليش ما يقبل. ايش بالثانية ايضا ما يقبل؟ يكون هذا يقبل. اوكي هذا يقبل، هذا read only، read only false و enabled enabled enabled. خاصية enable enable ايه ايه enable true هذا enable false. زين هاي حتى مفيدة لكم لأنه أنا كنت أعمل تيست فخليته false. أوكي خليته false. المهم عادي زين. اوكي enabled هذه ايضا من ضمن الاشياء اللي المفروض اتكلم عليها. زين وين وصلنا؟ الفونت عرفنا، الفونت عرفنا، الفونت حرجعه بالله. انا كنت احسب الحجم كبير فينزل تحت ما يبين، فالفونت ارجع S T U V S F. خلي أراجعه مثل ما كان وأشوف. هذه محاولات أمامكم أحسن يصير. أوكي أوكي زين، فممكن تختارون بالفونت، تختارون بالفونت الحجم المناسب، هاي 3 نقاط. تختارون نوع الفونت مثل افا صحكين كالكوليتر، تختارون ريجولار نورمال بولد بولد ما اعرف شنو هذه الاشياء وكلتها، والحجم والاندرلاين والخط يكون سر الكلمه. اوكي اوكي على الكلمه وهكذا. نعم ايضا عندنا فور كولر وعندنا باك كولر بنفس المفهوم. فور كولر اخذنا الباك كولر بالنسبه للفورم، اخذنا الباك كولر سيت اور جوت الباك كولر ريد وجرين وبلو، وممكن الفور كولر ونفس الكلام للباك كولر يكون للفور كولر، والفور كولر للكتابه، للكتابه بالنسبه للتكست. وهذا الكلام ينطبق جي ينطبق على ينطبق على الباتنز. اوكي والتكست الاين، التكست الاين سيت اور جيت الاينمنت التكست اوف ذا تكست يعني ليفت ورايت و ليفت ورايت وسيت او سنتر. تكست الاين اوكي مثلا نقول رايت وقت الاكتب يكون من جهة الرايت، فالافضل يكون سنتر عند الإدخال. أوكي سنتر سيت أور جيت ألاينمنت أوف ذا تكست إن ذا ليبل، وعندي ليفت ورايت وتوب وبوتوم، وهذه ريد جرين بلو فور فور كولر وباك كولر، وعندي الفيزيبل أيضا. الفيزيبل شوفوا الفيزيبل أيضا بالبرمجة جدا مهم، يعني أحيانا تريد أن تحجب مثلا، تحجب مثلا عندك الفورم مقسوم الى جزئين، قسم علوي سري وقسم البن، البن جزء
جزء سفلي سفلي. الجزء السفلي كله not visible. Okay, لا not visible. كينجي يصبح visible إذا كان الشخص مخول هكال باسورد درست هكال authorized person يعني شخص مخول للدخول يفتح له بعض التكست بوكس أو يفتح له بعض البوتومز. أوكي okay. أو مثلا نقول ستيب 1 ستيب 1 وقت إنجاز ستيب 1 أنت تعمل ريجستريشن مثلا لفورم معين أو لموقع معين موجود بسري الجزء الأعلى من الفورم بالصفحة بعض المربعات النصوص تكتب ستيب 1 مثلا كونتينيو تضغط على كونتينيو يظهر لك بعض الخانات الأخرى المتعلقة بستيب 2 بيشتي خلاص ستيب 2 كونتينيو اوكي يظهر لك بعض الخانات متعلقه بستيب 3 بستيب 3 وهلوسه وهكذا زين فمفيده جدا ممكن انت تاثر عليها وقت الكود وقت الكود بالكود ايضا ممكن اتحكم بها وممكن بالميزه فيزيبل بالميزه فيزيبل يعني الان التحديث سير هردو لو نعملهم الآن فولس نعملهم الآن فولس لاحظوا الآن غير موجودين اثنينهم غير موجودين أوكي غير موجودين أرجع الآن الفيزيبل لهم ترو أوكي لو أجي بالبرمجي لما أكتب تكست بوكس نافي تكست txt مثلا num هذا now text box 1 dot dot مثلا dot visible صح كان موجود dot visible بالبرمجة جي جي dot مثلا true okay dot visible dot visible خلاص true okay dot visible أنت تعمل التكست بوكس معين تعمله دوت فيزيبل اوكي تعمله دوت فيزيبل اوكي نعم دوت فيزيبل طبعا القيمه ترو فولس وقت البرمجه وقت التصميم وحتاكد منها بالبرمجه ايضا لانه عندنا امثله كثيره بالبرمجه تاثر موجوده عندي امثله كثير عليها ولكن الآن لأنه الجملة not درستها حيطلع عندي غلط أوكي لازم مثلا condition if شيء معين هذا دوت كذا يساوي كذا يعني مو موجودة الجملة هكذا من البداية نقول هذا دوت visible أو هذا دوت كذا أوكي حناخذ إن شاء الله في مثال آخر في المثال الجاي إن شاء الله. Set or get a value indicates whether the control and all its child. ممكن بعض ال controls أو all child حناخذ إن شاء الله أكو عندنا groups مربع مستطيل. أوكي يجمع داخل هذا المستطيل مجموعة من الأدوات مجموعة من الأدوات. فممكن تعمل visible لكل group كامل. يان ايك اوكي للبارنتس وللتشايلد كنترول ديسبلاي ترو اف ذا كنترول اند اول اتس تشايلد كنترول ار ديسبلايد اذروايز فولس ذا والديفولت فاليو از ترو اتصور يكفي لحد هنا لانه 30 بس هذه اخذ الكاركتر حتى اخلص هذه الصفحه الباسورد كاركتر set or get a password character جدا ايضا مهم وقت ادخال الباسورد password character حرف ال P I J K L M N O P انا وين صحكي وين محدد هنا المفروض احدد text box password character لو كتبت ستار وهذه يستخدموها في ادخال الباسورد واجي ادخل الرقم لاحظ الرقم كيف حيدخل انت حسب الكاركتر اللي دخلته لو دخلت علامه استفهام هنا مثلا حتكون علامه الاستفهام الرقم كل كاركتر تدخله
علامة استفهام. يعني عادة يستخدم مع الباسورد، يستخدم الحرف الأول كاركتر ستار. ولاحظوا هنا هذه الصور، هذه الصور أيضا ممكن أيضا نعملها، أيضا ممكن أعملها أيضا هذه الصور. يعني هذول لاحظوا، أنا خلي بس مجرد هنا أعمل لكم هذه مثلا div. لو أعمل ما div هذه هكذا، مثلا دي، مثلا دي اي في، انا اختار صورة مثلا، ارسم شوية لون، اختار هكذا مثلا. واحد يصمم صورة بالفوتوشوب، صورة مضبوطة او كذا، اوكي، ويعمل لها تخزين سيف از جي بي جي، اوكي ديف، واذهب الى البرنامج واستعين بالديف، واذهب الى الباك ايمج، باك ايمج، باك جراوند ايمج، اذهب واختار صوره، ممكن صوره جاهزه للانترنت واضحه وايقونه ابو اد، عاده تعمل يعني تعمل داونلود، صح؟ كي مثل ما هنا موجود عندي السي هاش، عندي أيقونة الأوبن نفسها، ممكن تلقي أيقونة الديف وأيقونة المولتبلاي وبلس وكذا، صح كان؟ هذا مثلا وين هاي اللي سويتها الآن؟ ديف، هذه الديف، أوكي. شوفوا الآن الاسترتش ماله مو مضبوط، ستريتش. والمفروض خلاص الفور كولر اسحب التكست الان، تكست يا هذه يا هذه، مو معقوله هردوكا، اوكي اسحب التكست الان بتكست، فقط الصوره، واصبحت صوره، صوره اج انترنت، ايقون كذا كذا، يعني صوره اج تصميم، او هذول انا سويتهم مثلا كصوره. وستريتش، ستريتش صح، شوفوا تكبر، تكبر وتصغر، تظهر هذه بس كمثال، انه انت عندك جاره تحتاج تصميم تشاوي للبوتوم نفسه. طبعا موجود ايقونات كثيره، وموجود جاهزه جدا، صور كلش كثيره، تبحث على ايقونات من الانترنت، ويو كان ميك داونلود فور ات، اوكي، من الانترنت. لحد هنا اتصور يكفي، لان الوقت خلاص، ما اريدكم تتعبون اكثر، وان شاء الله هذه أكملها بالمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. إذا عندكم أي سؤال